Today we will continue about the host-parasitoid interaction. We started with talking host recognition, habitat location, and now host suitability, and then host acceptance. Host acceptance معناته بعد ما يتم عملية فحص والتأكد من مناسبة العائل للمتطفلات بتصير عملية الhost acceptance اللي هي القبول. Host movement cues indicating acceptability of the host are seen in the variety of parasitoids. الحركة العائل نفسه أثناء عملية التطفل ونفس البارازيتويد حركته تدل إنه هذا العائل مناسب من عدم مناسبته لإله. بمعنى For several trichogrammatidae, the movement of the developing embryo within the egg signal of egg is unsuitable for the host. هلأ في عائلة trichogrammatidae اللي حكينا لكم وياهم امبارح شفتوا فيها اللي هي الايج بارازيتويد اللي بتتطفل على البيوض، حركة الامبريو داخله داخل الايج للهوست للعائل بتكون مؤشر انه هذا العائل مناسب او غير مناسب. Some echinomida will not attack immobilized host, suggesting that the movement required to tell the host of non-host. بمقارنة مع عائلات الثانية اللي هي من الاشنوميدي حركة ان اي عائل غير متحرك ما بتم عملية التطفل عليه لانه متوقع ان هذا مش عائل يتطفلوا عليه. Host suitability بعد ما صار في عملية الاكسبتنس رح تيجي اللي هي قديش العائل مناسب او لا. بتكون once a host are being found accepted then they will still must be physiologically and nutritionally suitable for the parasite progeny to develop successfully. شو معنات هذا الحكي؟ معناته انه بعد ما يتم تحديد الهابيتات وتحديد العائل وفحص العائل ويتم عملية انه هذا العائل تم قبوله كمصدر للغذاء بدهم يتم فحص انه هل هذا العائل بمحتوياته الغذائية بشكله بتركيبه الفسيولوجي مناسب لا للبروجينيز ابناء الاعداء الحيوية لا لتكميل او اكمال دورة حياتهم للتطور داخل هذا العائل ام لا. Host must provide a parasite progeny with safe nutrition and place to develop. فبالتالي اهم الشرط بتطلبه العدو الحيوي من العائل اللي بده يحط فيه ابنائه انها يكون safe امن and nutrition and a place to develop. بده يكون هذول اللي هم الشروط اللي هي انه يامن له مكان يكون امن يكون في مواد غذائيه مناسبه تتناسب مع احتياجات العائل للتطور وبرضه يكون في عندهم مكان اللي يتطوروا فيه ويتم عمليه اللي هي البروجرس والديفلوبمنت. Host size will affect parasite development. Often larger hosts may produce larger parasite because of the abundance of food for their progeny and to a quicker progeny development. طبعا بيحكوا لك انه اغلب العوائل اللي بيكون حجمها كبير بتعطي بروجينيز او ابناء او اعداء حيويه بحجم كبير لانها الحجم الكبير معناته في مواد غذائيه كثيره داخل العائل فبالتالي رح يكون عندها القدره انها توفر مصدر للغذاء ولتطور العائل او اللي هو البروجينيز تبعت الاعداء الحيويه داخل هذا العائل. Host too small to provide parasite with sufficient nutritional resources will lead to the death of parasite progeny. بالمقارنة إنه إذا كان العائل اللي اختارته العدو الحيوي حجم العائل كتير كتير صغير ممكن في النهاية يؤدي إلى موت الأبناء داخل هذا العائل لأنه ما في مواد غذائية كافية اللي تدعم تطورها أو في مكان كافي يدعم تطور العائل داخل هاي العوائل اللي بتحتضنها. هلا ايديوبون parasites are limited to the resources of a host provided when attacked while kynopon parasites are not limited by the size or even with the stage of the host attack. هون بقارن بين الايديوبون والكاينوبون ان هم في وحده بتعتمد بشكل مطلق على حجم العائل اللي هي بدها تحط فيها ابنائها بينما الكاينو بوينت بتقول لك انه ما بتهتم انه بالحجم او حتى الستيج اللي بتتم عمليه التطفل.
عمر الهوست الإديوبونت هي اللي بتعتمد على العائل. الإديوبونت لازم تكون محصورة لأنها هي الإديوبونت. شو معناتها؟ شو حكينا تعريفها في تلك المرة؟ إنها عائل واحد، يعني ما بزبط إلا إنها تتطفل على هذا. أما الكونيوبونت ممكن إنها تتطفل على أكثر من واحد، فهنا ما لقتش هذا العائل بتروح على عائل تاني، ما لقتش مناسب هنا إلها خيارات. عمر الهوست ايج يعني عمر البيضة، عمر اللارفي، دور أساسي في عملية السوتابيليتي للعائل. Host age will also affect suitability. Egg and pupa that are already developed somewhat may be less suitable for development simply because they are difficult to parasite to metabolize their tissue. لما بدك تقارن انه بين انه التطفل يكون للبيوض او البيوبا اللي بتكون وصلت مراحل متقدمة في النمو، رح يكون صعب جدا انه يتم عملية التطفل عليها. ليش؟ لانه صار في عنا هنا صعب انك انت تحلل التيشيوز وتعملها متابولايز عشان تستفيد منها كعدو حيوي يستفيد من المواد الغذائية، لانها بتكون اوريدي صارت تحولت لاشكال اخرى. Hosts often are protected by variety of defense such as immune system response and encapsulation of the parasite progeny that should overcome the by the parasitoid. لانه العائل عادة الحشرات مش لهالدرجة يعني مفتوحة من غير حماية، بكون في عندها جزء من الحماية اللي بكون بيعمل لها اميون، كيف جهاز مناعي داخلي ضد الاصابة بالبارازيتويد. بس البارازيتويد لازم تقدر عندها القدرة انها تتخطى هاي اللي هي مثل الديفنس ميكانيزم او الطرق الحماية. فلما بتاخد عمر كبير بتكون الحشرة وصلت مراحل تطور عالية، صعب انها الاعداء الحيوية او البارازيتويد داخلها انها تتخطاها او تقضي عليها. بعد ما صار في عنا host suitability بيجي عنا host regulation اللي هي التنظيم. شو معنات التنظيم؟ اللي هي host immune response must be overcome to prevent the host from killing the parasite eggs or larvae. معناته انا حطيت عدوي، هلا وصلت المرحلة اللي هون، حطيت بروجينيز أو أبناء الأعداء الحيوية داخل العائل اللي بده يتغذى عليه. طب هلا العائل بده يسكت، راح يكون في عنده اميون سيستم. هلا شو لازم يعمل البارازيتويد؟ لازم يكون عنده قدرة أو طريقة يدافع فيها عنه، لأنه ممكن جسم الحشرة يتعامل مع البروجيني الجديد كدخيل، فممكن انه يصير يقاتل فيه او يحاول انه يتخلص منه بطريقة او باخرى. فلازم البارازايت اللارفي او الايج تحاول انها تدافع عن حالها داخل جسم العائل. This process overlap with host location especially with host defense such as immune response. طبعا هذا له علاقة في الجهاز المناعي داخل الحشرات اللي بيتم التطفل عليها وبين الحشرة وقدرتها على تغلب على الجهاز المناعي. Parasite must be able to regulate the host development and immune system. هلا الحشرات او الاعداء الحيوية اللي بتتم وضعها داخل العوائل الحشرية لازم يكون عندها القدرة انها تنظم اللي هو تطور العائل بحيث انه يضله موفر له الغذاء المناسب لإله، وبنفس الوقت انه يتغلب على الاميون سيستم او اللي هو جهاز المناعي داخلها. The parasite must control molting of larvae host so that it does not pupate before the parasite complete development. اهم اشي لما بتنحط العدو الحيوي داخل اللارفي او اليرقة، طبعا انتم عارفين اليرقات بتتغذى بتكبر بتعمل عملية انسلاخ لحديت ما توصل لمرحلة اللي هي البيوبيشن اللي هي اخر مرحلة لارفال ستارز، لما تكون حصلت على كل احتياجاتها الغذائية بتدخل بطور السكون اللي هو طور البيوبيشن عشان تتحول منه لحشرة كاملة. هلأ البارازايت او البارازيتويد لازم تعمل إيقاف لعملية المولتينج، بدهاش إياها هي تكمل نموها لتوصل لمرحلة البيوبيشن، لأنه مجرد ما دخلت مرحلة البيوبيشن كل المواد الغذائية اللي داخل جسمها أو النيوترينت رح تتحول لمواد معقدة مش رح تقدر تهضمها. فهي بدها تعمل كنترول، تعمل لها ستوب لعملية المولتينج عشان ما توصل مرحلة اللي هي البيوبا، عشان هي تقدر تكمل دورة حياتها وتقدر تخرج من العائل. هلا حشرة غير
هلا لارفال بارازيتويد. هلا اللارفال بارازيتويد ناخذها، اجت الحشره العدو الحيوي حط بيضه داخل اليرقه، هلا اليرقه داخل بتكمل لجزء حسب العدو الحيوي، ممكن تكمل جزء من تطورها لمرحله معينه، ممكن تعمل تتطور يوم يومين، بس العدو الحيوي اللي جواها بده يمنعها انها تنسلخ، لانه انسلخت يعني راح توصل لطور الانسلاخ الثاني والثالث والرابع لتوصل مثلا للخامس، بعدين راح تدخل بيوبيشن. هذا الحكي ما بده اياه هو، لانه انت كل ما كبر، كل ما كبر الكائن الحي، كل ما تغيرت التيشيوز تبعته، كل ما تغيرت النيوتريانت فاليوز اللي موجوده فيه، بدل ما يكون كلياته سمبل سكروز او سمبل امينو اسيد راح يصير كومبلكس، راح يصير فات، راح يصير انه عم بتحول لاشكال معقده اكثر، فبالتالي راح تضر بتواجد العدو الحيوي. في العدو الاحداء الحيوي عاده بتلاقي الحشره بتوقف النمو بمرحله معينه، يعني ما بتكمل وما بتنسلخ، فبتعرفي انه صار فيها عمليه اللي هي بارازيتيزم. هيك خلصنا احنا البارازيتايزيشن والتطفل. هلا بدنا نيجي ندخل بالنوع الثاني من الاعداء الحيويه اللي موجوده، التايب اوف ناتشرال انيميز او البايو ايجنتس، اللي هي البريداتورز. البريداتورز اللي هي معناتها مفترسات. واتس ذا مينينج اوف مفترس؟ يعني they consume food by eating، مش by تطفل او اللي هي parasitization ecto ولا endo. No, they chew and they eat insects. Predation can be defined as a trophic level interaction in which one species drives energy from consumption of individual of another species. احنا predators، احنا بناخذ مصدر الطاقه عنا عن طريق اكل كائنات حيه اخرى للحصول على مصادر الطاقه. A predator is considered an entomophagous species that generally consume more than one prey individual to complete its development. وعادة بسموه entomophagous، يعني انه هو عشان يكمل دورة حياته بيحتاج انه ياكل اكتر من حشرة يكملها، مش monophagous، مش يعني بكفيه حشرة واحدة او نوع واحد زينا احنا. احنا entomophagous يعني احنا بنتغذى على عدد كبير وانواع مختلفة من الكائنات الحية عشان يكمل أو كمل دورة حياتنا أو التطور. Some parasitoid hosts feed as adult what could be considered a type of predation. في بعض المراحل إحنا حكينا الparasitoid في الوضع الطبيعي عنا أغلبهم ما بيقوموا بعملية التغذية، يعني ما بيأكلوا حشرات، ولكن بيتغذوا على بعض الباي برودكت من النباتات، مثل الرحيق، مثل البولنز، مثل الندوات العسلية، المصادر اللي هي فيها سكر أو فيها بروتين نباتي، ولكن في الأساس هم ما بتغذوا. ولكن في بعض حالات البارازيتويد الحشرة الكاملة بتقوم بعملية تغذية أو بتتغذى على حشرات قبل ما تحط البيوض، عشان وبتعتبر هاي نوع من أنواع البروديشنز أو اللي هي الافتراس. Over the 16 order of insect contain predaceous member, approximately 200 families including spider, mite and probably exceeds 2000 species of arthropod predators. طبعا في عندنا 16 order رتبة فيها حشرات او كائنات مفترسة، منها 200 عائلة، في تقريبا 200 الف species بس موجودين بالارثروبود اللي هي سداسية المفاصل. Many crop contain rich assemblage of predators is not uncommon to find 300 to 500 species of predator in a given crop. يعني عادة الكروبس فيها كتير تنوع، ممكن انك تلاقي على محصول واحد من 300 ل 500 نوع من انواع المتطفلات اللي بتكون عادة بتكون عامة، يعني بتفترس كل اشي موجود من حشرات عايشة ولا مش عايشة، ففي عنا كتير تنوع في المفترسات. Among non-insect arthropod spider اللي هي أرينيا represent the largest most diverse group. Spiders have been little utilized in biological control. احد اكتر العوائل اللي هي الاوردرز اللي تابعة لا الـ من النون ارثروبود اللي هي العناكب، العناكب العنكبوت، العنكبوت الحقيقي، يعني مش العناكب اللي هو السبايدر مايت، العنكبوت
الحقيقي اللي هو تابع للأرينيا اللي هو أكثر حيوان ممكن نقول هو بيتم عملية افتراس وبتغذى على الحشرات، ولكن إحنا حتى الآن السبايدرز ما استخدمناها بشكل كافي في عمليات المكافحة الحيوية. مايت اللي تابع للأكاريا أو الأراكنيدا اللي هي فيها have a number of predaceous members most found in a family phytosidae might have been used in a number of biological control project. على عكس التانيين اللي هم السبايدرز مايت اللي هم اللي تابعين للأراكنيدي اللي هم الحشرات الصغيرة، هدول العناكب الصغيرة هدول برضو فيهم عدد كبير من البريديشنز اللي هم المفترسات خاصة في الفاميلي فايتوزايدي. هاي الفايتوزايدي أغلب المايت اللي موجودة فيها عبارة عن مفترسات، وهدول بيستخدمنا وإحنا بنستخدمهم كتير في برامج المكافحة المتكاملة لأنها عندها القدرة على إنها تتغذى على كميات كبيرة أو عدد كبير من الحشرات خاصة الحلم. هلأ في عندنا مصطلح اللي هو المونوفاجي. مونو يعني أحادي، فاجي أكل، يعني هو a highly specialized prey range of predators may feed on one or very limited number of species within the same genera. المونوفاجي اللي هو العدو الحيوي أو المفترس اللي بتغذى على نوع واحد من الحشرات أو مجموعة صغيرة من الحشرات اللي تابعة لنفس الجينرا، يعني نفس اللي هي الجينرا الوحدة ممكن إنه يتغذى، بتغذى على المن بس، ما بتغذى على الوايت فلاي، ما بتغذى على اليرقات، ما بتغذى على السكيل انسك، ما بتغذى على مثلا اللوبرز، بتغذى بس على الايفيد. فهو متخصص بجينرا اللي هي ايفيدي، بتغذى بس على اللي هو مثلا نوع من انواع المان، يا اما بكون وان سبيسيز او الجينرا از الجينرال. اوليغوفاجي اللي هو الشبه، يعني اتس ا سيمي ريستريكتد براي رينج بريدتور. فور اكزامبل Aphidophagous predators feed primarily on aphids or or genera of coccinellid coccinellid feed primarily on whitefly or scale. يعني في بعض المفترسات يعني بشكل مش اكيد ولكن شبه يعني حصري بتتغذى على نوع من انواع الحشرات التابعه لعائله معينه، مثل اللي هي Aphidophagous predators اللي هي بس تتغذى على الايفيد، أو اللي هي الكوكسينيلد. كوكسينيلد الوجبة المفضلة لإلها تتغذى على الوايت فلاي والسكيل، ولكن إذا ما إجت تتغذى على المن وتتغذى على عوائل أخرى. هلأ بوليفاجي اللي هي عبارة عن بولي يعني متعدد، فاجي متعدد المصادر الغذائية. A broad prey range which include plant materials like fluid, nectar, pollen, insect and fungi and generalist predators. هم عبارة عن مفترسات عامة، شو ما بتحط قدامهم بياكلوا، بياكلوا الحشرات بشكل مش كل انواعها، بياكلوا مصادر نباتيه مثل السوائل الرحيق او النكتر او البولن اللي بيصدر من النباتات، وبنفس الوقت ممكن يتغذى على المواد الديكومبوزنج اللي هي مثل الفطريات والبكتيريا اللي بتكون نتيجه تحلل بقايا او الكائنات الحيه، فبالتالي هدول يعتبروا مفترسات عامه. هلا شو الكاركترستيك فور بريدتورز؟ What are the major characteristics of the predator? Generally speaking, the most common feature of insect predators are they kill and consume more than one prey organism to reach their maturity. عشان يقدروا يوصلوا لمرحلة النضج لازم يتغذوا بشكل كامل على حشرة أو عدد من الحشرات عشان يقدروا يكملوا أو يحصلوا على احتياجاتهم الغذائية. Relatively large size compared to the prey. حجمهم بيكون عادة أكبر من حجم العدو الحيوي أو الفريسة. Predaceous of both larvae and adult. عادة الافتراس بيكون في الطورين اللي هو اليرقات والحشرات الكاملة. التنتين بيقدروا يعملوا عملية الافتراس أو الطورين بيقدروا يعملوا عملية الافتراس. Larvae are active with sensory of locomotory organs. أغلب الحشرات اللي في طور اليرقة فيهم عندها القدرة إنها تتحرك وعندها مثل مجسات عشان تراقب الحركة وتتحسس وين في حركة لوجود الفريسة. Except for predatory wasps that store prey for immature stages, prey are generally consumed immediately. بشكل مطلق كل المفترسات تستهلك فريستها على الحارك، يعني على نفس اللحظة بمجرد ما تصطادها بتتغذى عليها، ما عدا في عنا اللي هو بريداتوري واسب
لنوع من انواع اللي هو الدبابير المفترسة اللي بتعمل عملية ستورينج، بتروح بتخزنه، بتروح بتحطه في مخزن بمكان معين لحديت ما تبدأ عملية التغذية عليه للإماتشور ستيجز. Frequently the individual prey items on the diet that may be influenced by. طب شو العوامل اللي بتأثر على عملية الافتراس؟ في عنا prey environment, prey preference, competition with other predators, suitability of the prey. طبعا هذول العوامل اللي بتأثر قديش قدرة المفترس على الافتراس. البيئة، إذا كانت البيئة مناسبة ولا مش مناسبة للمفترس أو لا. البريفرنس يعني في بعض مثلا ما حكينا لكم الكوكسينيلا بتفضل تتغذى على الوايت فلاي وعلى السكيل، بس إذا ما لقتش ولقت ايفد فبتتم عملية الافتراس على الايفد لحد ما تلاقي الفريسة اللي بتكون بتناسبها. Competition with other predators، حتى في عنا عملية اللي هي المنافسة، لما يكون في عنا limited sources للفود فبصير في عنا عملية تنافس بين المفترسات بين أنفسهم على مصدر الغذاء. وبرضه suitability of the prey، بعض الحشرات بتكون غير مناسبة، يا اما بتكون حجمها كبير كتير الفريسة ما بتقدر تتغذى عليها، او بتكون كتير كتير صغيرة يا دوب ما بتقدرش تمسكها، فبالتالي اللي هي قديش مناسبتها او بعمر مش مناسب لعملية التغذية. طيب هلا كيف الفريسة، حكينا هذيك المرة بالparasitization في عنا عدد من البيهيفيرز اللي هي الهابيتات لوكيشن، السوتابيليتي، الاكسبتنس، الريجوليشن. طب بعملية الافتراس شو بصير؟ أول إشي لوكيشن اند كابتشر، أول شغلة بتقوم في عملية الفريسة صياد، هو صياد شو بده يعمل؟ بده يعمل لوكيشن، براي لوكيشن، بده يحدد وين فريسته وبعدين بده يصيدها. هلا ال strategies used for predator to locate and capture prey include the following. Random search، يعني ها شو معنات random search؟ بتضلوا هالفريسة العدو الحيوي الصياد بيضلوا قاعد يلفلف يلفلف بمنطقة معينة لحديت ما يلاقي عائل مناسب، مثل predatory bugs اللي هي البوديس ماكيولفيرنس، search for bean plant without using any cues but did not search for area repeatedly once a prey was found. فبالتالي اللي هي بتكون قاعدة بتلفلف بنباتات الفاصولي لحديت ما تلاقي العائل اللي هي بدها تفترسه وتقوم بالتغذية عليه. هلا directed search اللي هو عبارة عن ايش؟ بحث موجه مش عشوائي، بمعنى supposing a certain capacity of orientation to an object in the microhabitat, movement may be guided by features of environment that increase chances of encountering prey. هلا هدول عندهم القدرة انهم يحددوا ببعض المؤشرات ان عن وجود الفريسة المناسبة لإلهم بعدد من المعطيات اللي قدامها، فبالتالي بقول لك شفت انا هناك بعض الكيوز او شفت بعض المؤشرات اللي بتدل انه في عندي فريسة، فبروح مباشرة، مش بصير يعني بتجول في المنطقة وبمسحها، لا، بكون مستهدف، بشوف اي حركة، بشوف اي اشي بقدر انه يروح يحدد وين مكان موجه. سيكوينشال هذا انت بتعملي النظر، انت بتروحي، هذا الحشرات، الحشرات لا مش دائما، احنا السلوك اللي هو تبع انك انت بتشوفي بتعملي مثلا بتشوفي في اعراض معينه بصير انا بروح بشوف انه مثلا في عندي بعض السلوكيات الحشرات اللي انا بتنور فيها بستنير فيها، بس مش بلحق الحشره انا بستنير فيها. هذا اللي هو هذا نتيجه انت كسكاوتر عشان تاخذي سامبلينج عشان تعمل عمليه اللي هي متابعه للحقل. اما هون هذا بيكون عباره عن هو حشره بشوف انه مثلا في حركه معينه لكائن او لنبته او حتى بقايا النباتات اللي هي بتكون نتيجه التغذيه، بعطي مؤشر للمفترس انه هون في ممكن عدوك الحيوي يكون فريستك موجوده هون. هلا في اذر ميثود اللي هي الامبوشنج اللي هي عمليه عمل الترابنج اللي هي انت بتعمل مصيده
اللي هي waiting for a prey to approach within a striking distance and then their habitual legs praying mantis will collapse and pray. مثل اللي هم فرس النبي. هلا فرس النبي شو بكون قاعد؟ واقف ولابد، قاعد بيستنى، مجرد ما يجي الفريسه تمر من قدامه شوي على السريع بمسكها باللي هو الجرين الاماميه اللي امبارح فرجيتكم اياها كيف صار فيها تحور عشان تصير ارجل للقنص. Trapping. في بعضهم بيعملوا لك تراب فخ اللي هو مثل النيوبتريان prepare a conical pits in a loose sand larvae wait in the bottom while with a large stick sharp jaws. هدول النيوبتر شفتوا بتتذكروها اللي امبارح شفناها اللي هي شبكية الأجنحة أسد المن. اليرقة شفتوا كيف شكل اليرقة؟ عبارة عن دودة وإلها بنهاية أجزاء الفم فيها إيش؟ عبارة عن شوكتين زوائد بطنية. هاي بتقعد في التربة عاملة مثل حفرة وبتكون الحفرة هاي شوية وات. لما بتيجي أي حشرة بتمشي بتصير توقع فيه اللي هو مثل هاي المكان، مجرد ما بتيجي تقرب عليها الحشرة المناسبة بتهجم عليها وبتصيدها. Attracting اللي هو اللايت باجز، بتتذكروهم أيام زمان؟ بعرفش إذا لحقتوهم وإحنا صغار، كان في عنا هدول في مثل الباجز بالليل بتصير بتضوي لأنه الجهاز بالبطن فيه عبارة عن فلوريسنت لايت، كنا نصير نلحقهم. هدول بسموهم لايتنج باجز، لون على لون فسفوري. هدول عبارة إحنا كنا نقتل فيهم لأنه نفكرهم حشرات. هدول طلعوا أعداء حيوي بتغدوا على حشراتنا للأسف بعد ما انقرضوا. هلأ lighting bugs flashes one of the species to attract a male of another female can consume also the male. هدول الحشرات بتعطي مثل اللي هو الأضوية أو الضوء الفلاش عشان تجذب فيها الحشرات الميل لإلها. هلأ توزيع البريدتورز جروب، في عنا الكوليوبترا اللي هي أكبر نسبة موجودة تابعة لإلها اللي هي من الحشرات، طبعا الأكاريا اللي هي المايت اللي حكيت لكم عنها أكبر نسبة اللي هي المايت اللي إحنا بنستخدمها كأعداء حيوية. بعدها بتيجي الكوليوبترا والهيمبترا، في عنا نسبة أقل من اللي هو الميزوسيجماتا أو الدبترا والجراس بودا والنيوروبترا، بس أكبر إشي أكتر إشي عنا نسبة اللي هي العناكب الأكاريا اللي هي السبايدر مايت. بس إحنا حكينا مرة عن الكوليوبترا بتشكل 66% وخصوص الخنافس من الحشرات. هذا من الدب من الاوثروبودز ونون اوثروبودز، يعني من التنتين مش بس الحشرات، من اوثروبود ونون اوثروبود. هلا البريدتوري انسكت جروب، ايش العائله الحشرات اللي تابعه لإلها المفترسات اللي هي كوليوبترا اول شيء، ديرمبترا، ديبترا، هيمبترا، هايمينوبترا، مانتودي، نيروبترا، اورثوبترا، ثايسانوبترا. اغلب العائلات طبعا. مين اللي الناقص عندنا؟ الهومبترا اللي هم تبعت المن، اللي هم اكثر حشرات اللي بتكون سبب حشرات اقتصاديه، الوايت فلاي، السكيل انسكت، المن، هدول الحشرات اللي بتسبب ضرر مش تابعين لهم اللي هم من هومبترا، ولكن اغلب الحشرات اللي هي الاطوار العائلات هاي. طيب هلا الكاتيجوريز منهم بدنا ناخذ منهم اكزامبل، كوليوبترا مثل البيتلز والويفل. لسه طايل 10 دقائق. Is the largest order in the class insecta. البيتلز والويفلز اللي هم عباره عن الخنافس وبشكلهم المعروف. هلا many coleoptera species are herbivorous other than live on fungi and many beetles are predator and they are often parasitic beetles. اغلب الكوليوبترا هي عباره عن كائنات حشريه بتتغذى على النباتات، ولكن بتتغذى على النباتات الميته او الكائنات الحيه الميته، بس في منهم برضه بيكونوا مفترسات. Most important coleoptera، طبعا هون بدنا نبلش نحفظ شويه عوائل لنعرف احنا هلا من الفاميليز اللي هي تابعه للكوليوبترا. كارابيدي، سنسيدليدي، ستيفانلينيدي، لامبريدي، كوكسينيلدي. هدول العائلات اللي هي اهم عائلات اللي هي تابعه للكوليوبترا، اللي هي يا بتحفظوا لي العائله او بتحفظوا لي السبيسيز او اللي هو المثال عنه. الجراوند بيتل من كارابيدي،
سنسن ليدي اللي هي تايجر بيتلز، ستافلينيدي اللي هي روفر بيتل، لامبيريدي اللي هي فراي فلايز، اللي هي كاثريديدي اللي هي سوليجر بيتلز، وكوكسينيليدي اللي هي ليدي بيرد بيتل. يعني انتوا لكم الخيار تحفظوا اللي هم الامثله سواء المثال او اللي هم، ما هي انت عندك يمكن سته، بدك احفظي خمسه امثله. يعني اللي هم تابعين للكوليوبترا، اللي هم الكوليوبترا، مين امثله؟ اعطيني امثله عن الكوليوبترا بريداتورز، بدك تحفظيهم. اوكي انت تجيبينا عن الكوليوبترا بيتلز، ما تجيبينا عن العائله المحدده. لا لا بحكي لك كوليوبترا سبيسيز اللي مستخدمين كبري، بدك تقول لي مثلا ليدي بيتل، جراوند بيتل، وهي هلا الدرمبترا طبعا الممبر اوف، لانه هي هدي اهم شيء للبريديشنز. في عندنا الدرمبترا ممبر اوف ذا اوردر درمبترا ار ريكوجنايزد باي by pincers and in the tip of the abdomen with structures as to use and hold prey while it's been consumed. اللي بيميز الدرمبترا اللي هي اهم شيء انه في عندها بنهايتها البطنيه في مثل الشوكه او مثل المخالب او مثل اللي بنسميه المكلب او الفورسبس الملقط، تمسك الحشرة فيها وهي عم تاكلها، يعني كأنها قاعدة عم تمسكها في ايدها وعبين ما بتبدأ بعملية التغذية، خاصة اللي هي للبريديشوس ال السوفت انسك مثل الايفيد الليف هوبر اللارفي اوف كوليوبترا اند ليبيدوبترا. هلا اهم انواع من الدرمبترا اللي هي سبين تيلد اير ويجز، بتعرفوها ابرة العجوز، تعرفوها ابرة العجوز اللي هي السوداء الطويل البنية في نهايتها إلها مخلبين زوجين من الأرجل، هدول هاي ابرة العجوز اللي هي تابعة لدرمبترا. وفي عنا اللي هي السبند ايروغ، انتم بمجرد ما اقول لكم درمبترا راح تقولوا لي ايروغ سبيشيز اللي هي ابرة العجوز. هلا في عنا الدبترا اللي هي ثنائية الأجنحة اللي هي some flies are predators، طبعا مثل الروبر فلايز and اللي هي اللي عادة بتتغذى على الموسكيتو والدير فلايز. طبعا هدول الروبر فلايز مين اللي بيطبخهم بعملية التغذية؟ مش الدبانة، اليرقات تبعتها هي بتقوم بعملية الافتراس. منها اللي هي long legged flies، الروبر فلايز، المج، السيرفد او الهوفر فلايد اللي شفتوها امبارح، شفتوها اللي قلت لكم تشبه النحله واللي عندها القدره انها تطير وتصير تعمل مثل الهوفرنج بمسافات وتطير وتثبت في الهواء، هذول كلياتهم كان بي يوز اون بين يوز از ان بيولوجيكال كنترول.